قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. باسبورات شحالهم سهل حسبهم عندك؟ كيفاش حالهم سهل وكيفاش حسبهم عندك؟ بغيتهم يكونوا عندي غدا في الصباح، راه ما عندناش الوقت، زيروا معايا شويه. $250 مليون. ديال اش هذا السي الحاج؟ هاد الشيك هذا دعم به الميزانية ديال العلاقات العامة. اش دا صاحبي شاد؟ شتي هذوك العلاقات ديالك؟ راه انا اللي كنستافد منهم انا وولادي اكثر منك انت. وهاد الفلوس هادو راه ما عندهم حتى علاقة ما بين الشركة اللي بيناتنا. الحاج هاد 250 مليون غندير السي الناصري، راه عنده لوديت هاد اليامات وخصنا نكوفريو الكمالة ديال المليار. امتى غديري؟ غدا تكون عنده، قول لي كون هاني، انا راه ما كنحمش الكريديات يبقاو عليا، وانت حديش كارتك. كون هاني الحاج، معايا جوج ديال الناس كيحدوني، راهم لتحت في الطوموبيل. مزيان. المهم الله يعينك هاد الساعة. اوكي تبارك الله عليك. الله يعاونك. جوزي لي حاجة؟ الو الحاجة صافا؟ امور بخير؟ غادا تفتحي الكفر وغتجبدي لي واحد 750 مليون. وجديهم ليا. واخ داكور. قولي اجي بعدا. ياك ما نسيتيش نهار الجمعة ياك؟ كيفاش؟ ياك غادي نمشيو للذكرى ديال صاحبي العربي؟ لا 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 شوفي الله يخليك غادي تمشي معايا. ما يمكنش هي المرة اللي فاتت الحاجة كلتو وسولات عليك بزاف. واه شو ما هادشي؟ شوفي لا شوفي دابا شوفي تنجي ونكملوا هذا الموضوع. صافي يلا واخ الله يهنيك. اللي ما بغاتش تفهم ليا السي العربي الله يرحمه 50 هنا دي باش مات، وبا الحاج كل عام باقي كيمشي يزورو. انا ديما كنبقى نسول راسي على هاد القضيه. او قاعد يزعم صحبه يا الهبيله، راه كان معاه في المقاومه وكانوا بجوج في الحرب، راه ما كانوش كيتفارقوا يا الهبيله. بزاف امي مباركه على هاد الشيء. تخيلي حتى من مرات السي العربي شايلها دار كبيره وديما مصيفط لها الفلوس مع عمر ومخدم لها ولادها بثلاثه او بزاف. يا لالا بالك على هاد الفضول وديري بحالي وتهناني. Toutes les deux versements étaient en arsine. À le relever à haut. Béda. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, Léla. Bonsoir. Rapide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le bancaire, toutes les deux versements, les canines. Alhamdoulilah, le bancaire, je vais vous donner un peu de temps. 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 Une heure. Je vais vous donner un peu de فيلا موجودة ومولاتها موجودة، خاص غير ما ندير شي وقيت ومشي تشوفها ونتكاتبوا مع مولاتها.
مازال ما نعستيش الحاج. مازال كيدايرين الوليدات؟ وراني مشيت طللت عليهم قبل ما ينعسوا وتكلمنا شي شويش. ولاد اليوم صعاب الحاج. راه انتي هي الخير والبركه والسعاده ديال هاد الدار. والله يخليك ليا انت الحاج ويخلينا لبعضياتنا. خليك خليك أبو الحاجة، أنا نجيب لك التليفون. واخا بنتي الله يرضي عليك. هكا أبو الحاج. الو عمر، شو اسمك؟ شنو؟ شو هاد الهضرة هادي؟ واش متأكد؟ فين انت دابا فين؟ ملي غنجي للمكتب غتجي عندي ونكملوا هاد الهضره هادي. صافي يلا قطع الحاج. ياك لاباس الحاج؟ ياك لاباس؟ لا 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 والو، غير شي شي مشكل مع عمر. ايوا كنت سمعتها، غير كمل فطورك. داكشي اللي وقع قبيله ما فهمت والو. انا اش غنقول لك اسي الحاج؟ لي كونت ديال الشركه ناقصين بزاف. مالهم؟ ناقصين بزاف اسي الحاج. كيفاش ناقصين؟ هادي واحد الاسبوعين اسي الحاج كنت سهران مع شي صحابي وكان معاهم واحد الجون خدام في البنكه اللي فيها الحسابات ديالكم. واحد النهار عيط علي داك صاحبي وقال لي راه داك السيد في البنك بغى يشوفك. ايوا تلاقيت به، حكى لي واحد الامر غريب اسي الحاج، بان الفلوس كتدخل الكونت ديالكم ديال الشركه ومن بعد اسبوع او اسبوعين كتحول لكونت اخر. بقى حاضي من بعيد وكيراقب حتى عرف شكون الموظف اللي كيعمل هذيك العمليه وشكون الكليان اللي كيستافد منها. شكون هذا الكليان هذا؟ اش غنقول لك السي الحاج؟ هو كمال. شت خربيق انا سطيتي واقيلا. واقيلا السي الحاج، المهم اللي كونت راه ملعوب فيهم. كيفاش ملعوب فيهم؟ كيفاش؟ ما عرفتش اسي الحاج. شكون خصو يعرف؟ شكون؟ دابا هذاك صاحبك ولا صاحب صاحبك ولا علاش ما قالش المسؤولي ديالو؟ سي الحاج هذاك لوجون غير موظف بسيط وكمال كيعرف المديرين كلهم. الا مشى هذاك لوجون تا قال على الكلمه ولا هضر ما يصوتوا فيه بحال شي حشر. ومزيان لينا حنا اللي ما بلغش. كيفاش هاد القضيه ديال مزيان لينا ما بلغش؟ الموظفين الصغار سي الحاج غير منفذين. هذا اللي عمل هذه العمليه غادي يكون شي مسؤول كبير في البنك. هذه ثلاث ايام سي الحاج وانا كنبحث حتى تيقنت، وهذه يومين وانا كنتردد واش نقولها لك ولا لا، لان عارف كمال عزيز عليك بزاف. عمر الهضره هذه اللي كتقول راه خطيره بزاف. اش غتقول في هادشي؟ غنلي رولي فيديو ست شهور الاخرى. سي الحاج هاد اللي يقول فيه مصوري. انت شوف سي الحاج، شوف سي الحاج، انت محيي السميه ومسكاني السميه ديال الشركه ديالكم ديال الخشب، وحتى رقم الحساب ماشي هو سي الحاج، لان كمال عارفك ما غاتنتبهش لي وما غاتقراش. واخا غتقرا سي الحاج ما غيعني لك والو، لانك ما حافظش كلشي الارقام ديال الحسابات ديالك كلها. ولا سولناك على الرقم الحساب الشخصي ديالك قد تكون ما عرفتش. هذا اللي عطاك لي غولفي لاعب فيهم وعندو لي الدين في البنك وعندو حتى وسائل ديال التصوير.
سي الحاج كنت انا اللي مكلف باللي يقول فيك كنجيبو من لاباس، ومن بعد كمال زول لي هاد المهمه ولا هو اللي كيجيبو، وهذا الشيء راه في اخباركم. دابا انا هو اكبر مكلخ في العالم. حاشا سي الحاج، المهم يلا نمشيو للبنك وغتعرف كلشي بالدقه، ولو وقعت شي حاجه البنك هي المسؤوله الوحيده. ما كنت تايق فيه كيدخل لداري ديرو بحال واحد من ولادي. عوض به الصداقه ديال صاحبي العربي اللي ضاعت مني. لا كاين شي خطا؟ ما كاين حتى شي خطا سي الحاج، كمال شفار محترف، من نهار شفتو قلبي هرب منه، ولكن مني شتك حيدتي ولدك وعملتيه في بلاستو ما بقى لي ما نقول. كان كمال في المكتب، دوزي لها البورتابل ديالو، بقى لي ما خبر تاعك. لا سي الحاج. الو كمال، كمال شوف فين انت دابا؟ في الفيلا. زين خليك تما، خليك تما، انا غادي نجي عندك باش نشوف الفيلا ونهضروا في واحد الموضوع انا وياك. وجد راسك ها، ساعة الا ربع انا عندك. تأكد من هاد القضية ما خبرت عليك. لا سي الحاج، مراتي وما خبرهاش. ويلا نمشيو للبنك دابا سي. لا نشوفو هو الاول. يمشي معاك سي الحاج. يلا الشركة ديال البني. شد دابا شد ولا لا؟ كون راجل شوية، انا راه الباترون، خليني نخمم كيفاش نبدا نخرجوا من هاد المصيبة هادي. ولا عندك شي بلان اخر؟ ارى ليه بين ليه واحد هدا لي حياته ومات بلاصتي وانا ما عطيتو والو، وواحد عطيتو كلشي ولا باغي فو خمس الدنيا. سي الحاج اللي بغيت نعرف انا علاش غادي عندو دابا؟ باغي نشوفو هو متأكد من نفسه كيمثل عليها، ومن بعد عندي مع حساب آخر. سي
واش تعرفكم خصوصا؟ مزيانة مزيانة، موقع معمار ديزاين، تبارك الله عليك. مراد خويا، مشرفين سي الحاج. مشرفين مراد هو اللي كان معك في السيارة من مشيتي ديتي الفلوس البنك ياك؟ ايه. تبغي تربيها شي دوره تشوفها كيفاش دايره الحاج؟ لا لا صافا صافا، الله يدخلها عليها بالصحة والسلامة. امين. وريح تشرب شي حاجة الحاج. لا لا بلاش، غير جيت نشوف الدار بالزربة ونمشي انا وياك البنكة. البنكة؟ ياك لاباس الحاج؟ صافا تو فا بيان. بيسكو تو فا بيان علاش بغيتي تمشي للبنكة؟ عادي لولدي تخاصم مع واحد السيد وانت كتعرفو هي سامبورت فاسيلمون، ضربو الوجه السيد رفع بيه دعوة. صدفة تصاب هذاك السيد خدام في البنكة اللي عندنا فيها الحسابات ديالنا. وا قلت نمشي انا وياك نفكو الجرة العلاقات العامة. يكون خير الحاج، انا في النظر ديالي نضربو دويرة في الدار تشوفها كيفاش دايرة، نخرجوا نتغداو وفي الطريق ان شاء الله نعيطوا للسي الناصري. كتعرف الدور ديال البحر كيفاش كيكونوا دايرين، المشكل اللي عندهم ديال لوميديتي. غير تشوف واحد السوسور هنا غادي يعجبك الحال. تفضل الحاج، الله يدخلها مباركه مسعوده. تفضل سي الحاج. هنا في الهضره تبرع منام يا الوليدات، كاين يلعبوا وكاين اتساع عطا الله ما ارتاح ماريو سون. غير كوتي كويزين هنايا اون دو. كاين هذيك الفوقانيه اللي سيغ ايكيبي ما ناقصها حتى شي حاجه، وكاين الثاني اللي غادي نوريك اللي كاين هنا ماشي جامي جوج ديال ولا شي حاجه. كوم سا الواحد يقدر يفتح مع راسو الحاج. علي علي راجل اختي كريمه الحاج. السلام عليكم. الحاج شرقاوي علي مقاول هو اللي بنى هذه الفيلا وهو اللي قال لي راه مولاتي الدار غادي تبيعها. توت لي بيل اوبورتونيتي سي لوي، طلب لي اللي بغيتي ووجدك في البلاصه. زيد تفضل الحاج. كمال وي الحاج، خصنا نمشيو نتغداو فيها الجوع. كيبان لك الحال الحاج؟ لا خصنا نمشيو. يلا واخا اللي بغيتي تفضل معايا. الى عجبتك الدار هذاك الرباح ديالنا الحاج عطيه تعطيه ترى شنو شنو. الله الله هضرتي ليا على ويليك. تيري 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 تيري. شو جماعة شي واحد خوك اللي جيت كريم الحاج سير الناس تفرز فيها.
السلام عليكم. صحة مزيان. واش انت هو صديق ديال سي شرقة؟ مبارك انا في الطوموبيل بوحدك وسي شرقة ومحية علينا لداخل. الله يودي مرحبا بك. الله يودي. الحاج كيسول عليك وكيقول لنا فين هو الأمر وقال لك اجي تشرب معاه شي قهوة. سري كان عليا نشري عليه من الاول وما بغيتش بقى فيها ساعه قول بني تقول سمعك صافي قلت لك تقول سمعك قلت لي وقت قتال بويا مريم دخلي بنتي الحاجة. نعم السي كمال راه لتحت كيتسنى با الحاج انا ما مشاش عنده الحاج لا ما عرفتش وسيري قولي له انا نازله حاجه السلام عليكم اهلا السي كمال اش اخبارك لاله مرحبا الله يبارك فيك كيدايره وليدي لاباس عليك الحمد لله بارك الله فيك الحاج الله يعطيك الصحه بارك الله فيك تفضل الحاجه مريم لا لاله اختك الحاجه زربان زربان والله الا زربان جيت غير نسول نعم الحاجة عيطتي ليا ياك ما بغيتي شي حاجة صافي بنتي صافي جيت غير نسول الحاج قلقني شي شوية درت معاه نتلاقى معاه في الفيلا ديال المنال وتعطل عليا قال لي واحد الساعة الله ربي الحق عليك غادي تقريبا ديزا ساعتين وفيت انا كنت غادي غير نعيط لك باش نسول فيك وما شحال هذه ما شتي قلت حجة وزيارة مرحبا بك ولدي مرحبا بك راك عارف معزتك عندي الله يعطيك الصحة لاله اختك اتصل بيا الحاجة الصباح وقال لي غادي يمشي يشوف الفيلا ديال المنال وبان لي شوية مقلق سي علي صباح عادل اتصل ولدي باباك علاش صافي لونطون ما قلتيش لي نتصل بالحاج ياك لاباس اش واقع دار معايا نتلاقى معاه الصباح هذا وما جاش قلت له البورطاب ديالو طافي دوبي سماتا تليفونه طافي قلت لي يا ماما الحاج خرج في الصباح كاع ياك بعد ما اتصل بي عمر ايه يا ولدي عمر تا هو تليفونه طافي المهم الحاج انا غادي نمشي للخدمه نشوف شي حاجه ندير الحاج غنكملها الا جا الله يخلي يقول له يتصل بي هادشي الا ما لقيتوش تماك سمح لينا ولدي صدعناك مع ديك الحمقه ديال منال لا ليش شيطان الحاج ما تقوليش هكاك انا راه ولد العائله ما تقوليش راكم برزتوني بمسائل ديال منال حتى انا راه واحد من ولاد الدار وما انا راه اختي صغيره الله يبارك فيك تبارك الله عليك الحاج خليت لكم راحه الله راه غير يدخل الحاج غنقول ليه يتصل بك بارك الله فيك كل هاني يا ولدي الله يطول عمرك الحاج لاله اختك سلام الحاجه قبل ما ننسى فوزي راه غدا ان شاء الله عرض عليكم الغدا انت والحاج جيو شرفونا خليها ولدي نهار اخر غدا غادي نمشيو للزياره ديال الحاج العربي الله يرحمه والحاج زيرني باش نمشي معاه الحاج رجل طيب وكيقدر الصحبه وكيدير الخير الله يقدرني نعوضو في الصحبه ديال صاحبو العربي الله يرحمه تبارك الله عليك لاله الله يعاون خليت لكم راحه الله سلامه سعادتي تبارك الله عليك المعامله عملتي سي كمال نتوما تعرفوا الراي ديالي فهاد خينا انا ما كنحملوش الفلطه ماشي منك الفلطه ديالي انا اللي ما عرفتش نربي واسمع على ودنيك سي كمال ماشي غير جا وخد بلاصتك انت اللي ما وريتي والو لباباك هذاك السيد راه صالح لينا ولباباك
شاد كمال ديالكم راه هو العصير ديال ولاد الحرام، ولكن الوقت غتوريكم. شوف خليني ساكته بلا ما نجبد الدواسه ديالك. حاجه هادي الحاج من نهار دار البورطابل عمره ما طفاه. عندي احساس باللي الحاج وقع لي شي حاجه. مشيت لعند مرات عمر قلت لي حتى هو عمره ما تعطل بحال هكا. يا ربي تستر يا ربي، هادشي ماشي معقول. منال فوزيا صافا صافا شي بقيتو صافا الحمد لله. حاجة ما يكون غير الخير ان شاء الله. عادل صافا سي كمال اش غادي نديرو دابا؟ غادي نعلمو البوليس. كمال اش يقول ولدي هذا؟ الحاج راه عنده الحق في هذه الحاله، راه خصنا نعيطو البوليس. فوزيا ملي نخرجوا فكرينا نعيط الكوميسير التادي. نعيط لسيد صاحبي ان شاء الله ما يكون غير الخير الحاجة، غير عمري قلبك بالله. انا بدا راسي كيدو، هادشي كيخلعني والخضره ما بقاش كتقدر تطلع ليا. الظروف هادي راه اي واحد ينسي ملي كيدوز من نار الماء. ما شاء الله صافي. سمحي لي الحاجه نمشي عافاك للطواليت ونجي. شتي زوتي يا ربي تلطف بينا يا ربي. الله كامل غادي يحلها الحاجة من فمك الباب ربي يا بنتي. ان شاء الله ان شاء الله. بنتي الحمد لله. مري ما عافاكش كويس لنا الله يخليك. علاش يا طنط الحاج انتي مولا طلعت؟ لا حول ولا قوة الا بالله، انا قلبي خلعني. لا يكون الخير يكون الخير. ماما ما عرفتش الحاج فين مشى. الو يا لالا شكون يبغاها؟ واخا لالا حجة. نعم. شي وحدة بغاتك في التليفون. سمح لي صفر قرايه. صافي. الو مرات الحاج الشرقاوي. شكون معايا؟ كتقلبوا عليه؟ ما تخافوش مازال ما قتلناش وما غاديش نقتلوه الا كتسمعي مزيان الكلام اللي غادي نقول لك عليه. كيفاش؟ ما تعيطوش للبوليس. كيفاش؟ حاجة هيك لاباس. ما الحاج حاجة حاجة هيك لاباس. هيك لاباس مالك؟ بسم الله عليك بسم الله عليك. حيد حيد ما تخافش. ماما مالك واش وقع ليه؟ ماما ياك ما وقعتش حاجه للحاج. انا مزوكة عافاك لما جاوبينا الحاج. اش وقع للحاج؟ عافاك الحاج يا رب. عافاك لما قولي لنا شنو قالوا لك في التليفون. لطيفه لطيفه الله يخرجها العاقبه بخير. لا لا كمال لا خصها تمشي لكلينيك. هذاك الشيء اللي كيبان ليا واقيلا. لا بنتي ما تمشيش لكلينيك ما تخافوش دابا تفيق ان شاء الله. مهدي ما تخافش. مريم اهلا بالحاجه حدا. واش جايبين الماء دابا؟ دابا هاك امي مباركه ها هو الماء. يلا هزي عش شويه 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 ش
وحده بشويه لك. الحاج خطفوه. هويلي بابا تخطف. هويلي عادل باك خطفوه. كيفاش كيفاش الحاجه خطفوه؟ كيفاش غنديروا في هذا الشيء؟ كيفاش الحاج تخطف؟ اش خصنا نديروا؟ خصنا نعيطوا للبوليس يا فوزي. هذا الشيء ماشي ديال التفليه. لا غادي نتسناو حتى يعيطوا ونشوفوا واش بغاو هاد الناس. قالت لي الا قلنا البوليس غادي يقتلوه، يقتلوا لي الحاج. قالت لي غتعاود تعيط ليا باش تقول لي اشنو غادي يبغيو نعطيهم باش يطلقوا ليا. هادو خطفوه وباغي الفلوس. نعطيهم اللي بغاو، اللي بغاو نعطي لهم. غير يطلقوا ليا الحاج نعطيهم اللي بغاو. الحاجه سي عادل فوزي خليني نعيط للكوميسار تاعي. هادشي راه ماشي ديال التفليه. هادشي سي عادل لا غادي تسناو تسلكوا طاعو ثاني على ما تعيط. يا الايام ولاو العيالات كيخطفوا الرجال، هذا خير الزمان. هذا ديال قيامه نايضه. خويا كمال تعطلتي عندنا اخويا بزاف. كنت بغيت مقصر مع الشيخات انا. لا طلع طلع وليدي عادي. سير تمدى وليدي شي شويش باش تلقى باش توقف. ناسة ماما، الصباح هذا بغيت نمشي للكوميسارية. ديني معاك وليدي الله يرضي عليك. عافاك ماما غير خليك، انت راكي عارفة المسؤولية الكبار ما تيكونوش في الصباح. أنا غير ضاقت بيا شوية وصافي، ملي غيجي الوقت غادي نتصل بكمال وغادي نمشيو انا وياه، هو اللي تيعرفو. الله يرضي عليك اوليدي، ديني معاك ما تخلينيش. يلا فوزية طلع حبيبي ترتاحي شوية. مقدرش نجلس في الدار، بغيت نمشي لداري يا كمال. بلاتي 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 التليفونات ديالهم فين هما؟ راه هرسناهم وردمناهم معاهم. الشوارع ديال الطوموبيل فاش جاو؟ قلت لي الشرط الوحيد هو اننا ما نبلغوش البوليس. ما قالت لك شو تصاش غادي تعاود تصل مع المغرب؟ الله يخليك خليها هي تجاوب. مع المغرب سيتي. حسيتي بانها كتعرفك؟ محال، ما عيطتش ليا بسميتي. انت اللي رديتي عليها؟ اه وقلت لي كلمه واحده دوز لي الحاجه. الصوت سمعتيه من قبل؟ لا ما عمرني سمعته. شكون هو اخر واحد فيكم شافوه؟ عمر الكونطابل قلتي لي هيك الحاجه. عيط لها سي تاتي وخرج عنده زربان ومقلق شي شويه. عمر حتى هو ما باتش في دارو وطوموبيلته بقات في الشركه. عرفتوش علاش بغاها وعلاش خرج الزربان؟ ها ما قال لي والو وخرج من الدار زعفان. حتى التليفون ديال ميكس كان عيط لها سي تازي كان ما كيجاوبش فيه، ومن بعد ولد فاب خطرها كاع. عمر حتى هو تليفونه ما بقاش خدام. دابا تقدروا تمشيو ترتاحوا لان كيبان عليكم بانكم عييتوا مع الصير ومع المشكله هذا.
الحاجة الله يخليك بغيتك تردي البال وتركزي مزيان ملي اتصل بك هذيك خيتي وتعقلي على كاع داكشي اللي غادي تقول لك. واخا سيدي احنا غادي نكونوا قراب منكم. الله يجزيك. حاجة كوني هانية احنا غادي نحلوا هذا القضية هذي ارتاحي مع راسك ان شاء الله. هسي كمان ما عندك ما تدير، هذه الضريبه ديال الصحبه هي هادي. هادشي اللي قسم الله سي تازي بالفاصون. انت كتعرفني مزيان براني وكنديروا مع الصواب وكنديروا مع الواجب ديال العائله ديالنا هذه سي تازي. الله يدير سوي الخير وصافي. تفضلوا بارك الله فيك. تفضل عليك سي تازي. شكرا. حسان عرفوا شكون هو هذا الشرقاوي؟ كلنا كنعرفوه بانه رجل اعمال. من بعد دونك ستنتصلوا بالعائله كلها نصنتوا ليها. غيكون شي واحد فيهم ديال الزبله هادي صاحب الفلوس راه موالي. عندي اوامر باش هذه القضيه هادي تحل بالزربه. انا غادي نتكلف بالعائله ديال الشرقاوي. اللعبي غادي تفليو ليا الشركات ديالو وغادي تكلف بالعائله ديال عمر الكونطابل. بالنسبه ليا هو المجتمع الاول. سمعتوني؟ وي شيف. وي شيف. وي شيف. الله يعاونكم. يلا دريت شحالكم؟ الحاج بشبابو كان مقاوم ومن بعد الاستقلال دخل في التجارة صغير وبدا تيكبر حتى وصل للمرتبة اللي هو فيها دابا. عنده شي عديان؟ الحاج ما عمره ما كان عنده عدو. الحاج راجل طيب بزاف. شو واحد ما تيحملوش؟ لا سيدي. يعني ما كاين حتى شي واحد انتي ما كترتاحيش ليه من صحاب الحاج؟ لا. وشكون صاحبه؟ الحاج عنده صاحب واحد هو السي كمال. تيقول لي دائما بان الله عوضه بصاحبه السي العربي الله يرحمه بسي كمال. شكون هذا العربي؟ العربي كان واحد السيد مقاوم راه مسمي عليه واحد الزنقه في البرنازيل الله يرحمه. وانت الحاج شنو كتقولي على كمال؟ السي كمال الله يعمرها دار نفع الحاج بزاف في التجارة ديالو ونفعنا حتى حنا. سمحي لي على هذا السؤال الحاج، انت كيفاش كانت علاقتك مع الحاج؟ الحاج الشرقاوي راجلي وحبيبي وصاحبي وبت ولادي عمرو ما عقرني وعمرني ما قلقته. الحاج كيعرف غير خدمته ودار. وانت اش كتعرف دير؟ انا كنت مع الحاج نائب ديالو في اداره الاعمال ونهار تلاقى مع كمال ما تفهمناش. مشيت انا في حالي وبقى هو مع الحاج. دابا انا كنوجد انقال غدا في المعارف. وباك هو اللي عطاك الفلوس؟ ماما اللي عطاتني الفلوس. علاش ما كتفاهمش مع الحاج؟ ها وقع لك شي حاجه؟ شنو قصدتي بهذا السؤال؟ الحاج ما خلاكش في البلاصة ديالك ودار في بلاصتك واحد براني الفلوس كتاخذهم عند الوالدة ديالك. هذا كيبين بأنك ما مفاهمش معاه. فلوسنا هذوك ندير فيهم اللي بغيت. ودابا كدير بهم اللي بغيتي؟ سي الكوميسير داك خيتنا راه ما اتصلتش والحاج يقدروا يقتلوه في أي وقت وحنا كنضيعوا الوقت في الهضرة الخاوية. الله يخليك حنا ما كنضيعوش الوقت. سمعتيني؟ إلا قلتي لي كاع داكشي اللي كاين غادي تساعدنا باش نلقاو لك الوالد ديالك. أنا ما عمرني خديت الحاجة ديال واحد. كنت نتخلص بحالي بحال الخدامة الآخرين. نهار بدات يخدم معنا كمال الحاج مابقاش بغاني يخدم معاه. علاش بدلك بكمال؟
يمكن كيفهم احسن مني في البيزنس. هي ما كتحملوش. اه ما كنحملوش. واخا التجاره ديال الحاج مشات معاه مزيان وهي حاجه تتحتاج عائلتي تيقضيها لهم، ولكن انا ما عمرني ارتحيت لذاك السيد. عمري ما كنت صحاب المغرب غير يولي بحال هكا السيد تازي، غنوليو حنا فحالنا فحال اوروبا والامريكان. ولا الواحد الا خرج من دارو كيبغي يمشي للخدمه كيخاف ما يرجعش العشيه. يا سيدي عادي هادشي، اي مجتمع ملي كيتطور كتطور فيه الجريمه، هادشي عادي. اسمح لي غنتفات انا ما كنكميش غير لا 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 خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك. حتى ملي كنكون معصب ولا مقلق فحال هكا كنبرد فيها وديدي. قول لي يا سي كمال، شنو كتعرف على الحاج الشرقاوي؟ الحاج الشرقاوي رجل طيب، رجل الله عمره ظهر، بدا صغير وعرف كيفاش يكبر راسي التازي، وعرف كيفاش يحافظ على داك لو نيفو ديالو وبقى نقي. وفين تعرفت عليه؟ كنا في تراجي ديال التور، كنت جاي من الطاليان انا وياه، ومن بعد من ديك الساعه طورت العلاقه ديالنا واقترح عليا نتعامل معاه. خليتي انت وياه بالنص. ما عرفت عندي بحال شي احساس سي التازي هادشي اللي واقع الحاج الشرقاوي ما غاديش يكمل على خير. كتعرف هاد ليزيستواغ دو كيدنابين كيفاش كيساليو، الله يحفظه صافي. المهم نرجعو للموضوع ديالنا، قلتي دخلتي معاه بالنص. ماشي 100%، ولكن الحاج الشرقاوي الله يخلف عليه كيعطيني كثر من حقي. ولدو عادل. هذاك باقي صغير، هذاك باغي على الام ولي، باغي على الفلوس، بغيت حاجه اخرى. ايوا ولكن من بعد الواحد يدير عقله، ولكن علاش جرى عليه؟ علاش؟ احنا داوين فيه، هو كبر والعقل ما كاينش، ما كيصلح لتا حاجه. الحاج الشرقاوي فين كان كيعمر؟ الحاج الشرقاوي سي تازي كان عنده تراجي واحد، الدار، البيرو، ولابارتمون اللي كان كيمشي لها خطره خطره. لابارتمون؟ وي لابارتمون. العائلة ديالو كاع ما جبدوها ليا كاع. ما عرفها حتى واحد. عرفها غير الحاج الشرقاوي وأنا. تفضل الشرق. سعيد العمري وشعيب خماري ومفرز طاهري مزهى العبدي. كتعرف هاد الناس السي كمال؟ لا ما عرفتش السي تازيلا، انا حد كريت ليه الدار. هاد العماره مهموله صاحبي، لا كونسيرج لا ساسور خدام، بارتمان مسدودين، كتخلع بسم الله الرحمن الرحيم. الدار كتبان بحال دوك الديور ديالها، ولكن نقيه. شكون اللي كينظفها؟ لا ما عرفتش، ما عمري ما جيت انا. عارف عارف عارف. والكونسيرج ما كاين؟ لا ما عرفتش، ما نقدر نفيدك بوالو اسيت. لعبي لكن تقدر تكون شي وحده اللي كتنظفها من هادو اللي عندنا في هاد الورقه؟ ممكن ممكن واش ممكن. سيد زيد اسيدي تفضل اسيدي تفضل اسيدي زيد اسيدي تفضل. شكرا. عفوا سيدي اعطيني هاد الورقه. Ah.
الله تكون واحدة من هاد السميات هي لا فهمت مين اش الله بدا سي تازي وتكون حتى واحدة من دوك العصابات تكون تما كومسون تنا وحنا مخطرون فكون هاد المشكل اللي فوق الطوب. لا في الخدمة ديالنا هنا ما عندناش كاع الزر، ماشي بحال الخدمة ديالكم عالم التجارة. الله يحفظك تفضل حبيبي. واخا سي تازي انا الطوبي ديالي خليته دوك كوتي غادي. واخا سيدي شكرا شكرا حنا غنتمشاو شوية. بارك الله فيك يعطيك الصحة تبارك الله عليك. الله واخل عمر هدر الله يقوي خيره ويزيد في رزقه. ما سحدمو علي تماما عندي ما نقول تيجيب لي تيكسي لي الدراري ويجيب لي حتى الحولي ديال العيد. عرف ولدي مريض بالقلب ملي شافو في التلفازة وزعدنا مسكين حتى للسبيطار وتكلف بالعمليات ما خلاناش ندير ولدينا في جيبنا مسكين الله يجازيه بخير. احنا تقف في المدينة القديمة وجاو عندنا وعطانا واحد جوج مليون باش بنينا. ما كنعرف حتى شي واحد بهاد السميه. ولكن لقينا سميتك عندو في الدار. نزاع عبدي ما كايناش غير وحده. تقدر تكون شي مرات لقيتي معاهم تسكرانه ولا محشه ولا الشاف كاع ما كنسى على الوجه. هاد السيد ما كنعرفوش. حنا بنتي بغيناك تعاوني معنا. واخا لا ماشي هو هذا الصوت. ماشي هو. فين وصلتي؟ خلاص سولتك فين وصلنا في هاد الحريرة؟ كوميسير تاجي ما عجبنيش. شنو؟ شك فينا؟ واش عاقبينا؟ شك فينا؟ قول لي واش شك فينا؟ واش كيتصحاب لك البوليس ولا واحد الشرقاوي؟ جاوبني شوف فيا. مشينا بيها صافي مشينا بيها صافي. كنت بنت الناس مربيها وقارية وخدامة بارك كتافي وحاسبة حياتي مزيان بشوية دقة دقة حتى تسلطت عليا انت لعبتي ليا بعقلي متبعاك ياك. يلا فوزية احنا خصنا نوصلوا. هو احنا وصلنا شوف فيا. سيتي اهلا انا زين اشبرك. الحمد لله تفضل. اللهم لك الحمد على خطيك. الله تشرب شي قهوة؟ ما كرهت شاي؟ شنو نوار تكون قاصحة شي شوية. إبراهيم وي شاف قول الله يرضي عليك الحسين يجيب شي قهوة تكون قاصحة. واخا شاف كي داير الأمور سي تازي؟ الحمد لله احنا غاديين. حيدنا علينا بزاف ديال لي بيست وباقا لنا البيست وحدة اللي متبعين دابا هي ديال عمر الكونطابل. وما نخبيش عليك احنا شاكين فيه من النهار الاول. اي شنو كتعرف على عمر؟ كيبان لي هذاك السيد رجل طيب ودغري ولكن ما نطوش واش غتكون عنده شي علاقه بهذا الشيء ديال الحاج الشرقاوي. مع العلم ان الاغلبيه ديال لي كونطابل في الاوروب كيدوزوا الحبس ولكن كتعرف الفرق ما بين المجرمين ديال الاوروب والمجرمين ديال المغرب سي تازي؟ اش من فرق؟ ما كاين حتى شي فرق. وانت ليكسبير ما نعرفش اكثر منك سي تازي. كيشي كاس ولا عفا الله؟ يا سيدي مستعد نرجع عليه. المهم هو نطلع خاطرك. الله يعطيك الصحه اللي يخطيك. ضروري ما تشوفوا نديروا شي بليسان ويا كونتي تاتيت ونطلع فيك سي تازي. تسال كل خير. كتعرفني الا قلت شي حاجه راني كنكذبها. ان شاء الله. كان شي حاجة جديدة عيد لي يا سيتي. تفضل عليك. السلام. هلا بدي السلام. شكرا.
بارك الله فيك. صحيح صحيح. حسين حسين قول لي شنو الفرق ما بين المجرمين المغاربه والمجرمين ديال اوروبا؟ واه على ما بان ليا سي تازي ما كاين حتى شي فرق، بحال بحال كلهم كيدخلوا الكوميساريه. رجعتي للقهوة؟ ديال القهوة ديال السي كمال ديالك الحوزيق. ومن اللي عرفتك صاحبي كثر من 20 عام ما عمريش كنضحك بحال هكا. المهم قول لي فين وصلتي؟ مع ناصر كل خدامة بالليل والنهار. بيست ديال عمر فلينا مزيان ولكن بقى مبرسطاني حيت بلاصتو ما عطاتنا والو. حتى قالت لينا راجلها ما عندوش مع السي كمال ما هادشي اللي كاين. بلاتي بلاتي هذا السي واش انت اللي قلتها ولا هي؟ لا انا اللي قلتها. حيت سولتها من بعد قلت لها شنو المشكل اللي بينه وبين السي كمال؟ قالت لي ودي ما تعاودش لنا اسرار ديال الخدمه. صافي سيدي ما غتوصلنا حتى شي حاجه. بحال داكشي نيت اللي وصلنا ليه الحسين هادشي اللي كاين. يلا سيدي شوف انا راني جعت وعييت نمشيو نتغداو. هي الاولى. يلا سيدي يلا. سخونة. وين وصلنا؟ فيس لاباتور. باقي ما ساليناش مع عمر ومرتو هذاك سي كمال. انا جيت معي ما لقيتكم ببيت الواد ديال محمد قدام ايام فرانسيس. كمل. لابارتومون ديال الحجر شاريه ماشي كاريها. شنا من عندك نصراني اللي عنده ذاك البار في الشارع نفس الشارع منيت شي خمس سنين هادي ما جاوش لها. واحد العشيه كان فيها هو واحد السيد عباس مع عليه بالسيكار. كانوا معاهم البنات؟ لا باش نقول لك. المهم قبل من واحد شهرين ولا ثلاث شهور شي اربعة المرات جا تحت العمارة هو واحد السيد عنده في المواصفات ديال عمر. هاك الصورة ديالو عمر ولا ليست اللي عطيتينا راه كلشي هادوك الناس تسنطلو. البنت اللي صيفطوا ليا بعيدة على هادشي والأخرى ما لقيتوهاش. لقيناها عرفتك علاش كتقلب ما يمكنش تكون معاهم. اما قلت لكش مشيت لعند مرت عمر طلبت مني شي حاجه مكتوبه من خدمتي ديال يدو عطاتني ومشيت قلبت مع ديك الورقه اللي جبنا من لابارتمون ديال الحاج الشرقاوي لقيت نفس الخط. الحاج الشرقاوي كيعجبو يدير الخير مع الناس وعمر كان هو اللي مكلف. انا على هذا الحساب تيبان لي بان السيد نقي كيخاف الله. واش نقول لك اخويا نعلمو لله ما تعرفش شنو كاين في راس بنادم. عمر كان مع الحاج الشرقاوي من جات خطفو ما عرفتش انا علاش هاد العصابه ما تسناوش حتى يكون الحاج بوحدو. ما قلتلكش كنت اتصلت بمنال بنت الشرقاوي جات عندي واخوها عادل داوني ديك الفيلا ديال البحر مشينا تما. قولي شكون اللي شاريها؟ شكون غادي يكون؟ يكون هذاك السي كمال. السي كمال حل واحد اللي بقى عندنا ونتسناو العصابه تصل لدار الشرقاوي هادشي اللي كاين. ولكن باقي عندنا لا بيس ديال هذاك كمال السي كمال. خويا كنحس بهاد ملي كتقول السي كمال والله ما كنكذب عليك كنحس بشي حاجه صالوبا ما عرفتش. هذاك كمال هو المتهم الوحيد اللي بقى عندي. حقيقة انا ما عندي لا دليل ولا والو ولكن كاينه معطيات. نزول نتمشاو شويه. يلا
اخلص. لا يرخليك انت كمل قارو ديالك. اسمع خاصك تركز على داك النهار، تشوف العائله ديالو وصحابو والكاتبات ديال الشركات والخدامه كلهم، وحتى واحد ما يعرف بانكم كديروا بحث على كمال. بغيتهم كلهم يبقى في بالهم بانكم كديروا بحث على عمر. متفقين؟ متفقين. كل هان بغيتي تاخذ معاك جوج العناصر، كروش وفهمي. وبالنسبه للحسابات ديال الشركات انا غادي نشوف جواد باش يعطيني عنصر من العناصر المهمه ديالو باش هما غادي يقوموا بهذا القضيه هذه. صافي صافي. وهذاك راه ديب انا كنعرفو، انت انا غادي ندير ليه تشاش باش دائما يبقى في بالو باننا ما جايبين خبر. ها صافي متفقين. متفقين. مهم هذا الشيء اللي قلت لك خصنا نحاولوا كيفاش نوصلوا للنتيجه منه. سيت تازي. الو اهلا سي كمال، كي داير؟ بخير بارك الله فيك. وانت؟ الحمد لله الحمد لله. شوف الله يخليك، بغينا نمشيو عند الحاجه باش نركبوا واحد الجهاز ديال التنصت، لان هذيك العصابه ربما يتصلوا باش يطلبوا لهم الفلوس. لا وداك الماتيريال ديالكم بيان سيغ قدر يديتكت لابيل من الخارج. لا لا هذا الماتيريال هذا ما عندناش، هذا ماتيريال ديال المخابرات. ومزيان بغيتك تكون معنا، لان الا كنتي معنا انت بحال ولدها غادي تكون حسن. ها واخا الوقت واش دونك نلف تما كي بغيت. يلا واخا طلع باش زيد الله عمرك. تفضل اسيدي. السلام عليكم. فوزيه مرات سي كامل، ناري وقعت لينا هاد المصيبه وهي واقفه معنا مسكينه. الحاجة عبد اللطيف بوليسي تقني غادي يركب هذا الجهاز هذا باش نبقاو نتصنتوا المكالمات اللي كتجي للتليفون ديالكم، لان العصابه اللي خطفوا الحاج لابد انهم غادي يتصلوا، وغادي يتصلوا في اي وقت. تفضلوا سيدي تفضلوا الدار داركم، تفضلوا التليفون راه في الصالون، راه دوا معايا السي كمال قبيله. بارك الله فيك. عبد اللطيف غادي تمشي تصاوب المسائل ديالك. قلبي كيقول لي بان الحاج مات. لا 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 رجوع لها الحاج، رجوع لها ان شاء الله يكون خير. حنا غنديروا مجهودنا، عندك علاش تقلقي؟ ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. كمال درت باش نتلاقى انا وياه هنا، هذه تقريبا ساعه وباقي ما جاش. واخا انا غادي نتصل بيه. لا لا بلاش بلاش، يقدر يكون مشغول ولا شي حاجه بحال هكا، ماشي مشكل. المهم انا غادي نمشي ونعاود نرجع بالليل ان شاء الله. الحاجه عبد اللطيف غادي يبات هنا. تيسع موجود اسيدي، لي شومب عندي الفخر خاوين. لا لا ماشي مشكل ديال لي شومبر، هو خصو يبات هنايا في الصالون قريب من الجهاز باش يراقبو الا كانت شي مكالمه ولا شي حاجه. فهم واخا سيدي كلامك الكبير. ايوا خليتكم على خير. ساعه يلاه سيدي. سيدي
كل شيء على كمال؟ ها؟ عبد الشتي أنا درت بحالك. ما قلت السي كمال. قلت لي كل شيء على كمال. ها؟ ما نسيتي والو. ما نسيت والو. ولكن ما قلتش لي كل شيء. شنو ما قلتيش لي؟ ما قلتش لي كمال شفار، ما قلتش لي كمال انت سرق الحاج، بان عمر لقى راس الخيط. ديك النهار كنت باغي نقول كل شيء للحاج، ومن بعدها تختفوا. علاش ما قلتيش لي هادشي؟ علاش ما قلتيش لي هادشي؟ علاش؟ ما قلتش لك حيت كلشي تيحسب ليه بان كمال ملاك. كلشي تيبغيه، عائلتي، الناس اللي في الشركه. شتو تا داك النهار اللي مشى عندكم الكوميساريه كيفاش تتعاملوا معاه؟ حتى انت راه صاحبك السيد تاسي. جرى عليا قدام كلشي، الشركة كلها تتفرج. علاش؟ حيت عايرت كمال وهددته بالقتل. ما تيهمنيش. كلشي في هاد القضية جا مصايب على قياسي. كون قلت لك اللي في قلبي، كون قلتو أنا اللي خاطف، وتقولوا كاع يمكن انا اللي قاتل. لكن انا اليوم ما كنتش تنقول لك. لا ولدي ماشي انت. انا عرفت شكون هو، والحقيقه غادي تبان. تليفون تليفون. ستوي ستوي. التليفون وجوبة الحاجة راه كنت رمش الحاجة. واش هاد الصوت اللي سمعتيه هو اللي سمعتيه المرة اللي فاتت؟ يا سيدي هو. على رجل الله الله يرفع عليك الله يداروا لي الله يخليك. راه ما يمكنليش دخل منا في هاد الجو هذا. سكتونا شوية. واه لا فوزية غادي تمشي معنا ما يخليك. فين غنمشي يا سيدي؟ غنمشيو لكم مثال. ما نقدروش نخدمو غير هنا. صافي صافي نسكتو شوية عفاكم نسكتو. ياك ماما ياك فوزية صافي نسكتو شوية. يلا نودي أنا باش نمشي معانا. يلا نمشي معاك أختي نمشي معاك ما تبقايش بوحدك. خصهم يديرو خدمتهم شي شوية. يلا نمشي معاك. نمشي غير بوحدها ما يمشي معاها حتى شي واحد. نمشي معاك. عبد الطيب جمع هاد الشي وتعاون هذاك السالف. هذا وليد بصحة وراحة.
أنا باش ندوزل من طنجة على ما راح ركب. لا ما تسافرش باسبور اللي زورنا لك ياك بدلنا فيك كل شيء. لا مرض لا. كاين لو ريسك ولا ما كرهتش الحرق. بعدا أونفوان بغيت نتقيد على الديوان كونكوراني داخل ولا خارج راك دير هذا عندك. يوفا في أوروب غنشوف كيفاش ندير. عندي لي كونتاكت ديالي. ولكن علاش ما تبقاش نمشيو كاملين؟ مزيانة اللحية؟ ما اللحية جاتكم مزيانة ولكن علاش ما نبقاوش نمشيو كلنا مجموعين؟ أنا تخطفت أنا وأنتم مالكم؟ انتوا خصكمش تبانوا تبقاو البوليس غيعيطوا لكم غيسولوا فيكم ما خصهاش يبانوا الديكوراتيني باش نتورقوا انت مورا خصك تبقى خطر تسول الفوزيه تعرف شنو خصكم مورا مرتخوك المهم صبروا معنا الدراري وصافي واحد يومين ولا ثلاث ايام ان شاء الله يتيسر الامور نلقانا في الطليان رد البال راسك شويه ما تخممش الدراري دوزوا بخير مراد بيناتنا التليفون طلع لي فوزية شوف اش عندك في داك البحث السي اللعبي طيب اسيدي عندنا الخو مراد راجل اختو علي عايشين في كازا ولكن مازال ما لقيناهمش عندهم واحد اختو عايشه على برا اسمعني خاصكم تلقاو هذاك مراد وعلي فهمتي تلقاوهم بالزربه مراتو غادي تكون دابا ارتبط شوف دير جوج ديال العناصر يمشيو لعند منير المكتب ديالو راه فاهمين شنو غادي يديروا صافي داكو يلا الله يعينك سير ديال داك المجرم الطمونير هنا واحد شكون وي برافو كيفاش طاح كان كيصحاب له كيلعب مع الصبري ولا الطليان عند بالو راه ذكي تكرفص علينا مزيان وكما تخرجش نتكرفصوا عليه حتى حنايا شتيكم جانا كود بغيت نتعاونوا معاه بالله مال هادي عندها علاقه بلافير ديال الشرقه جابها الشاف تعاودي ليا بيني وبينك ربي وي اللعب سالينا منه دابا غادي ندوزو للمعقول قولي لي شنو كاين هاد النكر ديالك راه ما عندو باش ينفعك سمعتيني قولي لنا شنو كاين يلا راه كتضيع في الوقت راه غتحاسبي عليه راه كنهضر معاك
منير اجي هنا الله يرحمك. غتبقى مع هاد السيدة في البيرو، ما تحركش الله يرضي عليك. واش شوف ليلى شي واحد من العناصر يديوها تخيطي هادي للسبيطار يدقوا لها شي ابره. نعم فهمتيني، غتقدر دير شي حاجه في راسها ولا تكلم مع شي واحد في التليفون. نعم داكو سي بون. انا حسيت بهذاك اللي تابع هو راس الخيط. انت ما مقمرش، كمال هو المجرم، ثق بيا. ونزيد قضيه واحده اخرى، لا حسبك عقتي به خطف راسو. لا بيه، خاصنا نصيفطوا الوكيل الملك مذكرة بحث على هاد كمال هذا. هي هنا خاصها غتسينا وفيها كاع المستجدات ديال اليوم. راه شوف الله يعينك هاد الساعة. غادي نشدو العصابة وكمال غادي يمشي بحالو، غادي نطلقو. أنا ما ننساش كمال راه صديق ديالي وبزاف. وعلى الله الشهر. يكون خير. يكون خير إن شاء الله. إن شاء الله. يكون خير. ساليتو مع مراد؟ لا صافي بلا ما تسيني، غدا إن شاء الله مع 8 ديال الصباح. جبنا شي وحدين كان كيجي في دوك الفايس تيكون فيهم سي كمال. يمكن تعرف على شي واحد فيهم. صافي غدا ويتر ان شاء الله. لا نكون عندك. يلا شكرا بارك. مع السلامه. جا غير وحده؟ جا هو وختو نسيبو. شوف كروش سي سيد واحد جوج عناصر يتبعو بعدا هذا. الله يرضي عليك منير، جيب نسيبو الله يرضي عليك. يلا يلا طق طق طق. السلام عليكم. بلاصه تفضل. سي علي، عرفتي علاش عيطنا لك؟ لا نعم سيدي، ياك ماشي حاجه مشيت ليه ولا كيفاش؟ ما عرفت والله ما عرفت. عرفت علاش عيطنا لك انت؟ نسيبك ومراتك ياك؟ اي نعم سيدي. جيتو مجموعين ولا؟ اي نعم سيدي، جينا كاملين. هذا هاد التقرير هذا داروه رجال الامن ديالنا على كمال ومراته ومراد خوه وعليك انت. المهم خلينا من هادو، حنا دابا معاك انت. الله يخليك سي اللعبي، غادي يطرح عليك شي اسئله وبغيناك تجاوب، لان هذيك الاسئله اللي غادي تجاوبنا بغينا نقارنوا ما بينها وما بين شي اللي عندنا في هذا التقرير. واذا كذبتي كذبه وحده راه غادي كلشي غادي يرجع عليك. لكن عم سيدي انا ما عرفتش اش واقع دابا، انتم راكم خلعتوني. سي اللعبي الله يخليك، شوف هي مع مراته وخليه معايا انا.
اوكي شيف. هاد الهضره اللي غادي تدور بيناتنا يا اما تخليني انني نحترمك ولا ندير معاك لغه اخرى. ها شحال هادي باش شفتي كمان؟ هادي ثلاث ايام نعمس. ثلاث ايام؟ انت لاباس عليك شويه؟ فعلا سيدي شوية عادي ميسورة والحمد لله مقاول على قد حالنا أمس. الحمد لله الحمد لله. ديما كتكمي السيجار؟ لا لا نعم سيدي مرة مرة إلا كانت شي مناسبة ولا شي حاجة بحال هكا. انت شري ديالها؟ هذا ما شريتوش نعمس عطاه ليا نسيبي سي كمال. انت كذاب فادي سي تازي. غادي تقول لها تخينا هذا اشنو قالت لك مرتو باش يفهم. سي علي ما عرفش السي ما تقوليش هذاك السي ما يستاهلش كذابه. اسمع اش غنقول لك، مراتك اتصلت بيك وقلت لها غادي عند السي كمال، كاين ولا ما كاينش؟ انا جو في بلاصتك ما لقيتيهش. من بعد اتصلتي بها انت قلت لها واش سولفك شي حد وانت ماشي معاد كيجيو عندك الناس بلا ما ياخذوا موعد معاك. اش بغيت تعني هنا؟ واش جاو البوليس؟ كاين ولا ما كايناش؟ والوعره ومراتك قالت لك انت باقي ناعس وزادك حوايجك دخلاني والقميص لحته في لاماشين والسروال والفيستا صيفطاتهم مع الخدامه للصبان. دونك شتي كمان السي كمان عطاك السيجار فين هو؟ ودابا انا عمال سيدي الحاجه الشرقاوي عمر الكونطابل ديالو اللي تخطفوا ها؟ وكمال هرب اللي عرفنا باللي قررنا نوصلوا ليه. ها؟ كيفاش غادي تكون الحالة ديالك انت؟ كيفاش غادي تحس ملي احنا غادي نشدوا فوزية؟ كيفاش غادي تحس؟ ما كيسمعش، ما كيسمعش. نعم سيدي غادي نقول لكم فين كاين السي الشرقاوي الكونطابل ديالي. قول لي ماتوا مولاي وليدي الله. شوف واش درتي في راسك.
عمتي هادشي راه كلشي كذوب، كذبوا عليا هادشي راه كاع ما نديرو انا عمتي. عمتي نرمي ولداتني وانت اللي ربيتيني، هادشي راك عرفتيني راه ما نديروش. جو عندك البوليسي كامتي ياك، قالك لا اتصلت بيك ولا جيت عندك تعلميهم. مشيت للطالين ولا هز لك الهم، كنقول مسكينه ما عادش كي دايره تعيشه وباش كتعيش، زعما تهزي لهم حتى شي حاجه. كمل وجه الله رجعت عمتي. عندك الحق، ما عنديش باش نعيش ونموت ألف مرة وما نعيش فلوس الحرام. كيفاش؟ كيف تسمع؟ أنا اللي قريتك وربيتك وعارفة على كل شيء. كنتي كتسرق الحج الشرقاوي وملي عارفك انتي قتلتيه وتشدو صحابك ديال البنكة كلهم وتعرف كاع داكشي اللي كنتي كدير اللي ما غنساه حتى يهزوني ربعة للقبر. أمشي هادشي راه كلشي كذوب، حتى حاجة ما كاينة منه. رجيت على قبلك ولا قبل مرتي فوزية؟ شوف أولدي، تكلم على مرتك فوزية، أما أنا خليني بوحدي، بغيت نستغفر الله لعل وعسى يغفر لي أي ذنب ارتكبته في التربية ديالك. أنا مشيت عندي وخليك بوحدك واستغفر الله. شكرا لله، بارك الله فيك، كنشكرك بزاف. شكرا سيدي، الله يعاونكم. الله يعاونك. انا غادي يكون اتصل بمراتو لانه ذكي وخبير، عنده ثقه في نفسه. ما تنساش مراتو هي الخيط الوحيد اللي باقي عندنا، خصنا نشدو فيه مزيان اصاحبي. طلينا فيها السي تازي، طلب لينا هذا جبنا عليه. هكا السي كمال، ما سمعتي؟